لما أجوا عندنا الجيش طبعا أجوا بخلال فترة قصيرة يعني إحنا ما بنعرف إشي وطولوهم عنا تقريبا بيجي ساعتين يعني قالوا لي طبعا نهد هذا البيت وعادي مش هاممني والله ولا بيوت ولا إشي أنا أهم إشي ابني أسعد إنه بصحة وسلامة بس برضو إنه انمسك وظلوا على وجه الحياة برضو أربع أيام وإحنا ما ناكلش ولا نشرب لأنه ابننا مش عارفين حياته إنه عايش أو ميت بس الحمد لله لما ندريت إنه عايش ابني اتمسكت بالحياة أكثر أنا أخت أسعد حنين يوسف الرفاعي بفتخر بك يا أسعد اللي عملته أنت فداك الدار